اه بص يا شباب، بعد ما احنا جينا هنا نروح دايسين كليك يمين ونعملها نمبر فورمات كده ونمبر ويوز الف سيبريتور، اللي هي بعد الالف يعمل سيبريتور اللي هي كده تتعمل بالمنظر ده كده تمام. ونروح جايين هنا عاملين دي كده اللي احنا نقلل الديسيمال او نزود الديسيمال، الديسيمال دي اللي هي العلامات العشريه تمام كده. انتوا حد معايا؟ انا عمال اتكلم بسرعه، حد فاهمني ولا لسه مش معايا؟ لا كل ده تمام. تمام كل ده تمام بالنسبه لك؟ طب حد تاني مش كل ده تمام بالنسبه له؟ انتوا معايا تمام كده؟ هند انت معايا ولا؟ تمام زي الفل. ايوه اما انا موجوده بس معلش حضرتك بتتكلم بسرعه قوي. اه شفتي بقى انا كنت مستني اللقطه دي. بص يا ستي احنا هنمسح دي كده لحظه. احنا دلوقتي عايزين نعمل رسم بياني للمنظر ده، هنعمله ازاي؟ هنروح جايين لا اما نعمله رسم بياني من الجدول ده كده لا اما نلخصه، يعني لا اما نعمله رسم بياني. على فكره ينفع تعمل على فكره رسم بياني من الجدول ده، بس طبعا الجدول ده كتير. يعني لو انا بص كده ريكومندد تشارت، بصي حتى البتاع تقلت الشيت تقل، فممكن بقى ايه دي علشان الاي اي جديد. بص يا احمد دي مش هتلاقيها عندكم الكويك تيب، احمد دي مش هتلاقيها عندكم جديده ليه؟ لان انا عندي 365 فهو بيظبطها بطريقه معينه. انت فاهم قصدي؟ انت قلت لنا هننزله ازاي وما قلتليش. لا 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 هعمله، لا هعمله تمام. فعشان بس اقول لك ده اللي بينزل لكم بالمنظر العجيب ده، فعشان تظبطوها صح لازم تلخصوا الداتا، تلخصوا البيانات. هتلخصوها ازاي؟ نعملها في البيفت تيبل. هنيجي نقف هنا في اي جدول ونيجي نعمل انسرت بيفت تيبل اوكي، وهنيجي هنا كده نجيب مثلا رقم البياع هنا في الرو عشان تبقى نازله تحت بعض، ونجيب على حسب عدد القطع تمام. ونروح ايه عاملينها هنا كليك يمين نمبر فورمات، ونخليها اللي هي تبقى بالكولوم اللي هي تبقى معموله كده، يبقى في فاصله بعد الالف تمام. ونروح جايين هنا انسرت على ريكومندد تشارت، مش لازم ريكومندد تشارت، انا ممكن اخليها بالمنظر ده كده تمام اهو، ونخليها كده. لو انتوا دوستوا دوستتين يعني حد يبقى معايا، لحد اللي مش فاهم يبقى معايا على طول عشان الموضوع ده في كتير قوي الشغل بالماوس. فانتوا معايا، انتوا معايا لحد الان؟ لو انت دوستي دوستتين دبل كليك عليها كده هيجيب لك ثواني بس نعمل هايد دي كده الديزاين اهو. فالديزاين ده بقى بيجيب لك بقى الاشكال كلها، ممكن مثلا نختار الشكل ده، نختار الشكل ده، نختار كده، نختار كده. انا ممكن اخليها بالمنظر ده كده واكتب هنا مثلا اقول ايه تصنيف البائعين بحسب عدد القطع، عدد القطع كده. لان البياع رقم واحد بيع 1100، البياع رقم 1178، 1121، 1117، فكده ده تصنيف. ونروح عاملين دي كده ونيجي نقف هنا في الهوم ونكبر الكتابه كده بالظبط تبقى كده، ودي نكبرها اكتر بس كده تمام. تعالى بقى نعمل واحده تانية. احنا قلنا ايه يا احمد مثلا تانية اللي احنا نعملها اللي هي بخصوص عدد المنتجات، ايه المنتجات اللي بتتباع اكتر؟ فنيجي نقف هنا insert pivot table ونيجي نحطها في الاكزيستنج اللي هو في الشيت ده، حطها هنا كده مثلا، ونحط اسم المنتج وعدد القطع بتاعته، ونعمل كليك يمين هنا وسورت من اعلى لاكبر عشان يبين لك المنتجات. ونيجي نقف في اي في الجدول ده كده برضو وندوس انسرت في ريكومندد تشارت، ونخليها بالمنظر، لا انا عايزها بالمنظر بقى اللاين بار ده كده، ده كده تمام اهو. بس احنا عاملينها على فكره هنا سورت، فالمفروض هنا تسمع اللي هي سورت بس كده اهي. طب لو انا خليتها من الاقل للاصغر؟ ايوه بالظبط انا عايزها بالمنظر ده كده اهي اهي. وننزل دي كده ونخليها مثلا طويله كده مثلا لحد هنا كده بس تمام.
ولو دوسنا عليها دوستتين اهي كده، هنيجي عند كلمة ديزاين، وهنيجي نختار المنظر اللي احنا عايزينه. هل الشكل ده، هل الشكل ده؟ احنا اخترنا اللي فوق الشكل الابيض، ممكن نخلي مثلا الشكل ده كده. طب تمام، بص بقى انت معايا دلوقتي يا احمد، معايا دلوقتي يا جماعة، معايا، سامعيني صح؟ تمام. بص بقى، ايه بقى تمام. الافكار بقى اللي ممكن تيجي لو انت مثلا عايز تكبر الكتابة اللي في الكلام ده؟ هتيجي تقف هنا، ندوس على التوتال دي كده ونمسحها، ندوس ديليت، ونروح دايسين كده هنا، ونيجي عند هوم ونكبر الكتابة كده عادي. احنا كده كده مش عايزين غير اكبر المنتجات، لا احنا عايزين، لا المنتجات دي كلها تبقى، ما ينفعش احنا المنتجات دي. طب تمام، خليها دي كده وخلاص. احنا بقى دلوقتي عايزين نحط، ركزوا بقى يا جماعة، دلوقتي احنا مش عارفين دول اتباعوا كام قطعة، فاحنا عايزين دلوقتي نضيف القطع، صح يا احمد؟ يعني انا عايز اعرف مثلا المنتج رقم 4 ده اكبر حاجة ده اتباع بقد ايه، فاهم قصدي؟ تمام. فهنيجي نقف هنا كده، وهنيجي عند كلمة ديزاين، وهنيجي هنا عند كويك لاي اوت. وبص بقى، دي بقى الاضافات اللي بتضاف هنا اهي. بص هنا، شفت دي لاي اوت 4 دي، خدت انت بالك؟ اضافت اخر حاجه خالص اللي هي دي. تمام، عدد القطع اتضاف ورا. بالظبط بالظبط. فنيجي نقف هنا كده، ونروح مثلا ايه، مزودينهم مثلا كده، مثلا بالمنظر ده كده، عشان تبقى انت عارف ان المنتج رقم 4 اتباع منه 386 قطعه. انت فهمت قصدي ايه؟ تمام. لا انا بالنسبه لي اخر حته دي لا ما فهمتهاش. طب بص يا ستي، احنا كان عندنا الشكل ده كده، تمام؟ احنا اولا دي ايه؟ دي هو الشكل ده كده تقريبي، يعني ايه تقريبي؟ مش فاهم. يعني اقصد يعني مثلا منتج رقم 4 ده، يعني المقابل ليه من تحت هي عدد القطع دي نسبة تقريبية، مش الرقم الاكيوريت لا رقم الاكيوريت ولا ايه؟ مش فاهم. 386، بص انا واقف على العمود اهو، بص ما جايب لي كام الفاليو 386. بس ده لما بتقف عليها، لكن هو تحت مش جايبها في الشارت. بالظبط بقى، فانا عايز ان انا اظهر على اخر الشارت دي، او على اخر الرسم البياني ده، او على اخر الخط ده، يظهر لي الرقم بتاعها. ايوه انا اقصد كده. تمام، هو ده اللي انا هعمله بقى دلوقتي. بصي بقى هنعملها ازاي بقى يا ستي. بصي هنيجي دلوقتي، نيجي نقف ندوس عليها مرتين، تمام؟ وهنيجي عند كلمه ديزاين، في حاجه اسمها كويك لاي اوت. بصي بقى تلاقوا بقى الاشكال اهي، ده الشكل، ده شكل تاني، ده شكل تالت، ده شكل رابع، وممكن المنظر ده مثلا، ممكن ده، ممكن ده، ممكن نخليها بالمنظر ده كده. كويس، خلاص يبقى بالمنظر ده. اللي جوه ده احسن. بالظبط. كويس كده، هي دي، انا ده اللي انا عملته. ونيجي عند التوتال دي كده، ونروح مسحها. طب تخيل بقى يا احمد ان انا مسحت التوتال دي مثلا، وعايز اضيف عنوان للتشارت دي، هروح برضو جاي هنا في الديزاين، واروح عند حاجه اسمها اد تشارت اليمنت. اليمنت يعني عنصر، واقول له مثلا انا عايز اضيف في الاكس دي اللي انا دي شلناها دي، تعال نشيل دي، دي خلي دي متشاله، ممكن نضيف اد اكس تايتل. اكس تايتل اهي دي كده، نخليها هنا كده تشارت تايتل، تشارت تايتل ابا فايب. فهمت قصدي ايه؟ ان احنا لو هي ممسوحه نضيف لها اسم تاني، فاهم قصدي ولا لا؟ تمام. ومثلا نقول ايه، اعلى منتجات مبيعا، تمام؟ ونيجي عند دي. بص بقى، لو انتوا بقى عايزين تكبروا الكتابه دي اللي هي اللي في اخر الشارت دي، او في اخر الخط ده، ندوس عليها دوسه واحده، علمت لي عليهم كلهم، ونروح جايين هنا كده، ونروح ايه، او ندوس كده هنا بس كده كده، لا نروح جايين هنا كده ونخبيهم كده. انتوا كده شايفين كده كويس يا جماعه؟ او نشيل اللي هي البولد دي ونصغرهم سنه كمان، عشان هم كبار قوي الصراحه، يعني هم بس كده كده، يبقوا الى حد ما كده كويس. ممكن بقى كده يا جماعه بقى، بصوا بقى في قائمه الديزاين دي بقى بتلاقوا حاجات كتير قوي، يعني ممكن تلاقوا مثلا ايه، تلاقوا مثلا تشينج كولر، يعني ممكن مثلا نخليها بالوانات مختلفه، انتوا فاهمين قصدي؟ يعني ممكن نخلي مثلا الالوان تبقى مختلفه، تبقى الشكل مختلف، تبقى الديزاين مختلف، وهكذا، على حسب بقى انتوا بقى ودماغكم. حسب الاجواء، كل واحد وذوقه بقى، كل واحد ودماغه، صح فعلا.
ودي بقى الستايلات اللي انتم ممكن تختاروها. الحتة دي مش هتلاقوها عندكم في الاكسلات، لان برضو دي من اول 2021، لان جربت 2021 كان فيها الحتة دي. تمام كده يا جماعة، اهي دي كده خلصانة. تعالوا بقى نعمل اخر واحدة خالص عشان بقى اوريكم ايه التركية اللي انا جاي اقولها لكم. تعالوا نصغر دي كده شوية او نكبرها سنة كمان. ماشي، احنا دلوقتي جبنا تصنيف البائعين بحسب عدد القطع واعلى المنتجات مبيعا. خلي اعلى المنتجات مبيعا دي تبقى طويلة شوية كده كمان. تمام، اهي نجيب بقى واحدة كمان هنا بقى وخلاص، هنا وخلاص، بس اخر واحدة كده خلاص. اكتر المخازن مبيعا، يعني اكتر مخزن متباع منه ايه. احنا جبنا اكتر الاسم المنتجات اهي، واكتر ورقم البياع. نجيب بقى اكتر المخازن مبيعا، نجيب هنا ندوس هنا كليك يمين، ندوس هنا دوس انسرت بيفت تيبل، ونحطها في اكزيستنج ورك شيت اللي هو هنا ده، نحطها في الحته دي كده. تمام اهي، ونجيب مخزن المنتج، ونجيب عدد القطع. ايه ده، مخزن المنتج وعدد القطع تولت معايا. ماشي اوكي، هنروح جايين هنا ونروح عاملين انسيرت. لا نعملها اول، قصدي حاجه سورت لارجست سمولست، وبعد كده نخليها سيبريتور. سيبريتور يعني ان هي كل 1000 تتفصل اهي اهي، مفيش 1000 اساسا، هي في الاخر خالص. ونعمل انسيرت. الانسيرت دي بقى اللي هي ايه، نخليها الباي اللي هي دي الباي تشارت دي. ماشي، نخليها الباي تشارت دي، نقللها دي كده هنا، ونخليها على اخر بتاع دي، ونخليها ندوس عليها مرتين. نيجي عند الديزاين ونشوف بقى الديزاين اللي احنا عايزينه. مثلا الديزاين ده، الديزاين ده، ده الديزاين ده، مفيش ديزاين عاجبني الصراحة. ممكن نخليها الديزاين اللي فيه النسب كويس، ده كويس صح، اللي فيه النسب. ما هو اللي فيه النسب ده احمد ده ممكن تزوده برضو تاني، هقول لك ازاي برضو اهو. تمام، ده كده احنا عملناها. ممكن نجيب مثلا ايه، اكتر المخازن مبيعا، المخازن مبيعا. تمام اهي، ونيجي هنا مثلا نشوف مثلا الديزاينات. الديزاينات بتاعي هي يعني ده اللي احنا ده مثلا، ده كويس ده فعلا اهو. طب انا دلوقتي يا احمد عايز اعمل حته بقى حلوه قوي. دلوقتي انا عايز، دلوقتي بيقول لك ان المخزن، تعال نشيل دي كده عشان دي مش عاجباني. بيقول لك ان المخزن 3 ده 29%، الباي دي، بصوا يا جماعه الباي دي اللي هي علامه زي الفطيره دي، دي بتبقى وظيفتها ان هي بتوريك كل مخزن واخد قد ايه من التورته، واخد قد ايه من مساحته، واخد قد ايه، او الويت بتاعه واخد قد ايه. فبيقول لك ان المخزن رقم 3 واخد 29%. ايوه 29%، بس ايه بقى، هي دي الفكره اللي انا عايز اعملها، اللي هو بيع كام قطعه. دوس عليها بقى مرتين. الفكره بقى اللي انتوا هتشوفوها دي الجديده بقى، اللي انت تيجي بقى هنا وفي بقى تفاصيل دي اللي انتوا مش شايفينها، ان هي بقى ايه، ممكن تضيف الفاليو ونخليها في نيو لاين. في نيو لاين، لا نخليها في سبيس، في سبيس ما بينهم، لا برضو المفروض نيو لاين دي بتتحط. ايوه كده بالظبط، ايوه اهو بالظبط كده. خدت انت بالك يا احمد انا عملت ايه؟ الو، ايوه تمام. بص، كان الاول كانت النسبه كانت في المية بس، فانتوا مش عارفين الحسبه كانت ماشيه ازاي. ايوه في المية. طب وبعدين، طب انا عايز اعرف القطع كان متباع منها قد ايه. فبتيجي هنا يا احمد تدوس عليها هنا وتلاقي بقى المنظر ده، تروح جاي هنا كده، تروح جاي هنا اللي هي الفاليو، وتروح عاملها تنقلها برضو في نيو لاين بالمنظر ده كده. فهمت قصدي ايه؟ لا تمام، يعني ده الاوبشن اللي في الجنب ده اللي بيتحكم فيها اساسا. بالظبط، اه، لان انت مش هتعرف تضيفها من اي حته تانية الا من الحته دي. تمام تمام. بص بقى، نروح جايين هنا بس نكبر دي كده شويه. لا يا تقع مننا للاسف. ماشي، بصوا بقى يا شباب، دلوقتي احنا عملنا تصنيف البائعين بحسب عدد القطع، اعلى المنتجات مبيعا. تعال نكبر دي كده لحظه، لا نصغرها كده لحظه اهي، اعلى المنتجات مبيعا واكثر المخازن مبيعا. تمام، طب دلوقتي بقى انا لو عايز افلتر عليهم ازاي؟
دي المشكلة اللي هتقابلنا. لو عايز افلتر، افلتر ازاي؟ يعني لو عايز اجيب مثلا مخزن رقم 4 اجيبه ازاي؟ لو عايز اجيب مثلا القطعة رقم 5 اجيبها ازاي؟ انت فاهم قصدي؟ بصوا بقى، في بقى حتة بقى جامدة جدا جدا جدا، لو دوسنا على اي حتة في الاكسل شيت اهو، في الـ في الـ نقفل دي كده، في البيفت تيبل هنلاقي في حاجة اسمها هنا اه كده، في البيفت تيبل فلوتنج دي كده امسحها، في البيفت تيبل دي اسمها انسرت سلايسر. حد سمع عن سلايسر ده قبل كده ولا لا؟ لا صح؟ ماشي. لو دوست على انسرت سلايسر بص ايه اللي هيحصل، هيجيب لي شويه حاجات كده، يقول لي رقم البياع، نجيب رقم البياع ونجيب اسم المنتج ونجيب المخزن بتاعه، دوس اوكي هيطلع لي ثلاث بتاع تاني اهو واهو واهو. تعالى بقى اقول لك بقى دي وظيفتهم ايه، دي فكره تحفه دي يا احمد على فكره. بص بقى خلينا كده ننزل بقى تحت خالص اهي لحد ما نشوف المخازن دي، كل المخازن ولا في لسه مخازن تاني ما شاء الله يعني، بس كده اهو، والمخزن اهو اهو، ونروح رافعينه للاخر اهو، ونروح عاملين دي كده. بصوا يا شباب، دي الفلاتر اللي انتوا ما تعرفوهاش، دي فلاتر جامده جدا 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 في مجال اللي انت تعرف تفلتر على حاجه تبع ال الفلتره عادي في بيفت تيبل او في اسمها ايه التشارت دي او رسم البيان. بس المشكله بقى اللي اتقابلنا ايه يا احمد بقى، بص بقى الحته دي، لما اجي ادوس على رقم البياع هنا بص اللي هيحصل، طب استنى الفلتر دي كده، لو دوسنا على المخزن بص لو تلاحظ هي بتعمل هنا بس، بتشتغل في هنا بس، فاهم قصدي ولا لا؟ بتشتغل هنا. طب انا عايز تشتغل هنا وعايزه تشتغل هنا، يعني لما اجيب مثلا مخزن 3 بتتحرك هنا بس، هنا ده اللي بيتحرك، لكن ولا هنا بيتحرك ولا هنا بيتحرك، فاهم قصدي؟ هنعمل ايه بقى؟ بصوا بقى يا جماعه، في حاجه هنا في السلاي، لو ما ادوس على كلمه سلايسر اهي هيجي لي حاجه اسمها ريبورت كونكشن، هروح دايس عليهم واعلم عليهم كلهم. ايه بقى وظيفه دي؟ ان انا عملت ريبورت، ان انا عملت كونكشن ما بين كل البيفت تيبل اللي موجوده جوه الشيت ده. فبمجرد ما ادوس على مخزن واحد بص ايه اللي هيحصل يا احمد، خدت بالك؟ هتغير كل الداتا تبقى لمخزن واحد بالظبط، لكن مخزن 2 كل الداتا اتغيرت، مخزن 3 مخزن 3 مخزن 3 ايه اللي بيجيب هنا، مخزن 3 ايه اللي بيجيب هنا. طب البياع رقم 1، طب البياع رقم 3، المبيعات بتتغير، طب المنتج رقم 13، طب المنتج رقم 2. طب تعالى بقى نفك ده كل خالص ونعملها من الاول تاني. طب لو انا عملت مثلا المنتج رقم 14، قال لي المنتج رقم 14، ثواني بقى كده لحظه عشان بس انا حاسس ان مفيش، بس كده كده الدنيا مظبوطه كده كلهم معمول لهم كونكشن. المنتج رقم 14 لما اجي اختاره من هنا، هنا المنتجات مش جايبه، مش ربطها مع بعض، لحظه المفروض ان انا اعمل السلايسر ده، ايوه هنا، يبقى ادوس عليهم كلهم مع بعض اهو واهو، وادوس على ده كده عليهم كلهم مع بعض اللي هو ده وده وده. بص بقى لما اجي ادوس على المنتج رقم 13، قال لي ان المنتج رقم 13 اتباع منه 221 قطعه، واللي باع منه البياع رقم 1 62 قطعة، والبياع رقم 2 باع منه 78 قطعة، والبياع رقم 3 باع منه 81 قطعة، والمخزن رقم 3 اتباع منه 221 قطعة. طب لو انا فكيت الفلتر كله هيرجع زي ما هو، ايه رأيك؟ ايه رأيكم يا شباب؟ حلوة جدا في الداتا دي، جميلة. ايه رأيكم يا شباب؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ايوه مع حضرتك. بصوا انا هقول لكم على حاجة، انا عارف ان في ناس عطلت شويه، انا متاكد، وعارف ان كميه الداتا كتيره، انا كده كده عشان كده بسجل الفيديو. السلايسر ده افتكروا الكلمه دي كويس، سلايسر هي دي الفكره اللي انا كنت جاي اشرحها. كل الناس شافت رسم بياني، كل الناس شافت
ازاي تعمل رسم بياني، لكن سلايسر ده دي يعني بتبقى مخفيه شويه، هي بتبقى موجوده طبعا لو كتبته على الانترنت. يعني ايه سلايسر؟ هيجي لكم مليون فيديو عن السلايسر، فاهمين قصدي ايه؟ الفكره انك تعرفوا تستخدموه في تحليل الداتا او في تظبيط الداتا. بصوا بقى كده، بص يا احمد، لما اجي مثلا اختار مثلا على مخزن رقم واحد، بص مخزن رقم واحد باع 855 قطعه، الرقم البياع رقم واحد باع منه 312 قطعه، البياع رقم 2 باع منه 296 قطعه، البياع رقم 3 باع منه كذا. تحت بقى خالص اهو المنتج، احنا جايبين ايه؟ احنا جايبين مخزن واحد، مخزن واحد اتباع منه منتج 386 قطعه، ومنتج 9 اتباع منه كذا، ومنتج 15 اتباع منه كذا، فاهمين قصدي ايه؟ طب لو احنا زودناها اكتر مثلا واخترنا رقم واحد، البياع رقم واحد، هيقول لك البياع رقم واحد باع منه 312 قطعه. ال 312 قطعه دولت متقسمين على ايه؟ متقسمين على المنتج رقم 4 ومنتج رقم 9 ومنتج رقم 15، فاهمني؟ بس كده. حد فاهم حاجه ولا حد مش فاهم حاجه؟ بنحاول نفهم. هي تمام، هي ما هو بص مش هكذب عليك، هو الموضوع كبير شويه. انا عارف الموضوع بيبقى فيه تعقيدات شويه، اللي هي بتبقى فيه رسومات وفيه شويه حاجات كده، بس هي مع الوقت هتفهموها. بصوا احنا ممكن نعملها في حته كده سريعه كده، في حته بتاعت مجموعه الاهلي. بصوا تعالى كده ناخد كده شيت الاهلي ده على اليمين كده شويه، دي نخليها كده كلمه شارت عشان تبقى انتوا فاكرينها، شارتس اهي، ودي نخليها بس كده مجموعه الاهلي. بصوا كده خليكم كده معايا، انتوا معايا صح كده؟ انا عايز بس نعم معاك. هو انا اصلا مش لاقي في الشيت اهو، بس كده انتوا كده معايا. دلوقتي احنا هنعملها على حاجه كده بسيطه، هنجيب الاول، انت معايا كده هند؟ هند مشيت. ايه دعاء انتوا معايا كده يا جماعه؟ اه حضرتك. بص يا جماعه، دلوقتي انا هعمل على حاجه بسيطه جدا، هقول انا عايز اعرف ايه النوع اللي بيتباع منه كميه كتيره. خلاص كده، يبقى هنعمل ايه؟ هندوس كده كليك انسرت بيفت تيبل، ونعملها كده في اكسل شيت لوحده اهو، النوع اهو، الكميه اهي، وندوس كليك يمين اللي احنا نعمل له ايه سورت. عارفه يعني ايه سورت ولا لا؟ طيب حضرتك مع لا عارفه يعني ايه سورت؟ كلمه سورت، سورت يعني تصنيف، سورت يعني تصنيف، تصنيف من الاكبر للاصغر اهي، تمام. وان انا اقف كده اعمل كده واجي هنا في هوم، اروح دايس على كلمه دي السيبريتور دي اللي هي بتفصل الالوفات، ونقللها كده. خلاص كده، كده احنا واقفين لحد هنا كده تمام صح كده يا انسه؟ صح. هنيجي هنا وهندوس على كلمه انسرت، وهنيجي عند مثلا نعملها مثلا بالمنظر الباي ده، الباي ده اللي هي عامله زي الفطيره او التورته. اه والله اسمها باي، والله اسمها باي. ايوه انا عارف تمام، اسمها باي اهي، 3 دي او 2 دي باي اهي. هنعملها كده خلاص، وهنعملها بالمنظر الجميل ده، خليها هنا كده يا ستي، اهي من اول هنا كده. انا المنظر ده كده مش عاجبني، هنيجي نعمل ايه دلوقتي يا استاذ احمد؟ ونكبر يا عم الكلمه الكبيره، خليها بالمنظر الكبير ده كده خلاص. دلوقتي الشكل ده يا احمد شكل يعني استغفر الله العظيم يا رب، يعني بص ما يقابلش حاجه، يعني مش مفهوم منه اي حاجه، صح ولا غلط؟ طب احنا عايزين نضيف له شويه حاجات كده عشان تبينه كده، نجيب السيتنج بتاعته بالظبط. هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا في الديزاين، هنيجي هنا في كويك لاي اوت، كويك لاي اوت، ونقعد بقى نزود بقى شويه حاجات حلوه كده. بصوا اهي صح كده ولا غلط؟ اهي نخليها في دي مثلا. لا الثانيه احسن. انهي ثانيه؟ اللي هي فيها جيد و ثانيه دي. ايوه دي فيها الاعداد وفيها جيد. طب تمام مفيش مشكله اهي اهي، ونكبر يا عم احمد اهي، نقف كده في دوس كده في اي حته كده اهي، ونكبر الكلام ده كده كتير. خلاص كده، كده الكلام كده واضح، ونبص كده على الكتابه دي كده، ونخليها باللون الابيض عشان تبقى اللون كده مظبوط كده وتبقى حلوه كده كده اهو. تمام كده، تمام. طب كده احنا عملنا على الكميه، تعالوا مثلا نعمل على ايه؟ الوكله نجيب انسرت، ونعمل بيفت تيبل، ونخليه هنا كده، هنا اهو.
الوكلاء او الوكيل والكمية برضو بتاعته. وبرضو هنيجي نعمل هنا كده كليك يمين سورت لارجست، ونخلي دي كده ايه سيبريتور عشان ايه تبقى باينه قوي. تمام تمام كده يا شباب، انتوا معايا كده لحد الان؟ انتوا معايا تمام يا حضرتك. ماشي، احنا بس هنخلي بس دي هتبقى لونها اسود، عشان انا عايزها بلون اسود. لا انا عايز اخلي الباك جراوند سودا كده. الشكل ده كده كويس، مفيش هنا باك جراوند ان انا اخليها سودا. الباك جراوند في ديزاين فيل اهي، فيل سوليد اهي بالظبط، نخليها اهي. بص يا احمد، الشكل ده الديزاين ده برضو بيظبط الدنيا، نخليها برضو ايه سودا كده تبقى كويسه. نعم بلاش الاسود ده، ينط ماشي. نوع مثلا تاني نخليها مثلا باللون ده مثلا، الوان فاقعه كده وحاجات تحفه يعني ما شاء الله عليا يعني. خلاص نخليها باللون، اللون ده كويس مش وحش، ونخليها ترانسبيرنسي دي كده يعني اللي هي تبقى ايه بالمنظر ده كده، اللي هو تبقى بس تبقى خفيفه كده شويه. تمام اهي، ونعمل الشكل ده كده، نخليه ايه نعمله انسرت بيفت، نعمله مثلا ايه بالمنظر ده كده كده مش جايه. يبقى نعمله ده ايه ده المفروض ان هو بيبقى ده هيستوجرام، لا هنخليه هنا بالكولوم ده اهو، واهو يا يعني. وبالصلاه على النبي اهو، ونخليه اهو كده. طب انا عايز اخليها هنا كده يعني، انا عايز اخليها هنا. طب لا تعالوا بقى كده هنا، معلش انا اسف، خليها دي كده هنا عشان ايه نبقى احنا شايفين كده احنا بنعمل ايه اهو واهو. ونخلي نيجي هنا للديزاين، انا عايز ديزاين ايه، انا عايز ديزاين ده اهو. انت معايا يا دعاء ولا فصلتي مني؟ انا حضرتك لا يعني انت معايا، في معلومات بتدخل كتير في بعض، فانا متابعه يعني. انت كويسه يعني، انت تمام؟ انا متابعه الحمد لله. طب تمام يعني، اهم حاجه بس ما تقعيش بس مننا اهو، خلي كده اهي. وهنا بصوا يا جماعه، نعم الميتنج هتفصل. طب كويس، طب لو خرجنا نخش على نفس اللينك تاني. اوكي اوكي ماشي، هنيجي هنا بقى كده يا شباب، هنيجي هنا اهو، ونقلل او نزود الكتابه كده شويه اهي، ودي نيجي هنا دي كده، ونروح نمسحنا عادي، ندوس ديليت عادي. تمام، المشكله بقى في الكتابه دي بقى، نروح عاملين هنا كده ديزاين اهي، ونخلي الديزاين مثلا اللي هو لا تصدق بقى الديزاين ده بقى، عارف هنظبطها ازاي يا احمد؟ هنظبطها من هنا كده، وهنيجي هنا كده ليبل اوبشن، ونخليها لا لا واقف 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 اهي. ان احنا بقى عايزين بقى نظبط بقى ايه حته السلايسر، عشان تبقى دي اخر مره تعملوها. هنيجي نقف عند اي حته في الاكسل، في البيفت تيبل. انا ليه بحط التشارت فوق البيفت تيبل؟ تغطيه بس مش اكتر، لكن انت ممكن تحط البيفت تيبل ده على اليمين خالص هنا كده، فاهم قصدي؟ يعني تروح حدفه كده على اليمين وتشتغل انت كله على الشمال، فاهم قصدي ولا لا؟ تمام. انت فاهم اللي انا بقوله ده؟ كمان الشارت كلها في شيت تانية خالص بالظبط، حاجات زي كده يعني، لكن هي دي. وتروح مثلا بقى نروح عاملين ايه؟ هنروح عاملين ندوس على اي بيفت تيبل اهو اهو، نعمل بس دي هايد لحظه كده معلش، ونيجي عند بيفت تيبل انالايز، وحاجه اسمها انسرت سلايسر اهو. يقول لك مثلا انسرت سلايسر ده اللي هو ايه بقى، نقول له انا عايز الوكيل، وانا عايز الوكيل بس، لا مش الوكيل، ممكن الوكيل والنوع مثلا، هم دول بس اللي انا عايزهم اهو. هنروح دايسين عليه كده، اول ما ندوس عليه هتلاقي فيه كلمه سلايسر ظهرت فوق اهي، نروح دايسين تمام بورت كونكشن، وهنربطهم ببعض،
وندوس اوكي وهننزل عند النوع ده وسلايسر برضو ونعمل ريبورت كونكشن وهنربطهم ببعض برضو ندوس اوكي كده كله بقى مربوط ببعضه ده الوكيل وده النوع او خلي النوع ده كده هنا كده وخلي الوكيل جوه الله يعني مش ناوي يدخل ماشي اهو خلي كده وخلاص اهو خلي الوكيل هنا كده اهو ونشد ده كده للاخر خلاص بص بقى احنا الاول بعد ما ظبطنا دولك كلهم نيجي بقى نيجي هنا كده ونيجي عند دي وسوليد افكت وخلاص على كده بص لما تيجي بقى ندوس على جيد بص اللي هيحصل جيد اتباع منه كذا بس لا لحظه بقى عشان دولت ما بيجوش معايا لحظه ونخليها باللون الاسود جيد برضو مع اني انا اعملها يعني اهي طب ولا اقول لك نخليها جيد جدا كده ونخليها دي الكتابة دي تبقى سودة ودي كده برضو مش عارف دي الحتة دي ليه مش عارف دي انا دي ساعات بتعطل معايا واقعد اعملها كتير 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 وساعات بتيجي وساعات ما بتجيش مش عارف اهي مش بص اهي بص يعني لما تيجي تختار كلمة جيد بتسمع في الاتنين السلايسر يا احمد بيتحكم في كله يعني انت كمان لو انت شلت دولك كده على جنب هتلاقي لما انت تيجي تختار كلمة سلايسر بص هتلاقي الاكسل الحاجات دي بتتحرك اهو تمام انت فاهمني يعني السلايسر ده بيحرك البيفت تيبل كمان ايوه ما هو البيفت تيبل فالبيفت تيبل بيحرك التشارت فاهم قصدي ولو دوست كده رجعه تاني مم. انت فهمت دماغي قصدي ايه انت فهمت كويس جدا ديت انا كنت فاكر البيفت تيبل عشان اعمل اي حاجه لازم كل واحده اعملها لوحدها لا ما هي بقى السلايسر ده بقى وظيفته ان انت تربط البيفت تيبل كله بسلايسر واحد يعني تمام حلو يعني جدا دلوقتي لو انت عندك مورد في اكتر من حاجه داخل فيها حفارات مثلا داخل مثلا في توريد مثلا وليكن كسرات حفارات اي حاجه تاني فانت بتعمل مثلا وليكن بيفت تيبل للحفارات وبيفت تيبل للكسرات ومعرفش بيفت تيبل مثلا للعربيات مثلا او كده فانت تربطهم كلهم بسلايسر واحد واول ما تدوس على المورد ده يطلع لك كل حاجته فاهم كويس جدا دي حلوه جدا بالظبط انت كده معايا يا جو صح تمام انت معايا تمام اوكي لما تيجي تختار مثلا دياز مثلا ده دياز اهو دياز يقول لك هو بايع قد ايه من ده وبايع قد ايه من ممتاز وبايع قد ايه من ده يعني الدياز ده اكتر حاجه بايعها جيد اللي هو النوع الجيد الاهرام التجاريه اكتر حاجه بايعها الممتاز القيروان ده بايع اكتر حاجه جيد وهكذا بس كده يا شباب انا كده تمام في اي حاجة يا جماعة عايزين تسألوا فيها انا كده خلصت تمام في تمام. اي حاجة تانية مثلا عايز تسأل فيها مثلا يا جو يا دعاء لا انا هراجع الدنيا و... انا هتراجع الفيديو طبعا هتراجع الفيديو لا والله الدنيا بس داخلة في بعضها في كذا حاجة مربوطة ببعض فمحتاجة مراجعة بص يا ستي انا عايزك بس انت بتعرف تعمل طبعا بيفت تيبل بص يا ستي اسمعي مني دوري على كلمة سلايسر سلايسر تمام سلايسر. هو انا وصلت لها بس هي الفكرة كلها ان انا بقى اظبط كل ده مع بعض ايوة هي دي بس على فكرة يعني تربطها سهل مش صعب يعني تربطها كله سهل انا عشان بس واخد عليها فالموضوع سهل مش صعب فانا بقولك السلايسر ده جامد جدا 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 بجد يا شباب بجد يعني جربوه بجد فعلا فعلا يعني اكيد دي احمد حاجه كانت جديده عليك ما كنتش عارفها واكيد دي يعني وانا كده لازم اربطه مرتين مره بال يعني شيلهم كده تاني ونعمل الربط تاني بقف على البيف التيبل وبدوس على كلمه سلايسر اهو انا امسح اهو ده كده اهو
اهو نمسح ده كده اهو، ونمسح ده كمان كده، وامسح ده وامسح ده، واجي هنا بيفت تيبل اهو، ادوس على حاجه اسمها بيفت تيبل اهي، اسمها بيفت تيبل انالايز اهي، وسلايسر اهو. تمام. السلايسر ده يقول لي هيجيب لي كل اللي موجود هنا. لحظه، هيجيب الجدول، لي كل الجدول اللي الرئيسي اللي انا اصلا عامل منه البيفت تيبل. لحظه، هو البيفت تيبل هيجيب لي كل اللي موجود هنا، كل اللي موجود في الجدول ده. ايوه، اللي انا رابط عليه اساسا. ايوه اهو، اول ما ادوس كلمه سلايسر اهو هيروح قايل لي مثلا ايه، طب انت عايز النوع ولا الكميه ولا الواجهه ولا ما اعرفش تاريخ الشحن ولا ايه، وتختار. لو انت اخترت مثلا وليكن الوكيل والنوع والنوع والتكلفه مثلا ايا كان مثلا، هيبقى عندك ثلاثه. فانت لازم تمسك واحد واحد تربطه. تربطه ازاي؟ هنروح دايسين كده على واحد مثلا، في حاجه اسمها البورت كونكشن اهو، وتروح على دي ودي كده، انت ربطت اول واحد. تعالى كده ماشي، هنيجي عند ده كمان، ريبورت كونكشن مع دي ودي اثنين. كلمه ريبورت كونكشن دي على على حسب الاختيارات اللي انا اخترتها. أيوة. اخترت ثلاثه بخش على كل واحد، عندما اخترت خمسه بخش خمس مرات. بالظبط، ريبورت كونكشن دي ان انت بتربطهم ببعض، بتربط أيوة الجداول دي ببعض، الجدول ده وده وده كلهم ببعض. تمام تمام كده يا شباب، الفكره سهله جدا، حلوه جدا، سهل جدا، والله ما بهزر، هو فعلا سهل جدا، جميله جدا. فانا سهله جدا، فانا بقول لكم يا شباب والله الموضوع سهل مش صعب، فبس كده. فاتمنى ان شاء الله. انا عايز اخلي بقى اللي هم ايه الموردين دول فوق والارقام دي تحت. تعالى نعملها، تعالى نجيبها كده في فيفو تيبل كده لوحده على اليمين كده اهو، خلينا هنا كده. لحظه، تعالى نجيب دي كده اهو، وليكن نجيب النوع. الموردين، موردين ازاي يعني؟ نخلي الوكيل ده هنا كده، الوكلاء دول. الوكلاء، لا بلاش الوكلاء، خلي دي كده، خلي الكمية زي ما هي، بس نخلي النوع هنا كده، صح كده؟ ماشي. انت بقى عايز تطلعها في تشارت، يعني تطلعها في شكل، يعني في شكل اعمده او كده. تعال نمسح دي، نمسح دولت كده، نمسحهم ببعض اهو. تعال نمسح ده كمان اهو، وندوس كلمه انسرت ريكومندد. ما عندي الشاشه واقفه، مش عارف. معلش لحظه، يبقى انا دوست، معلش لحظه اهي، نعمل ستوب. ده كده في الجديد اهي، ده كده تمام كده، تمام هنا كده يا احمد. ما عندي الشاشه اللي هي القديمه، اللي هي الشاشه القديمه يعني. لا يبقى لحظه بقى، يبقى انا هعملها بقى ايه، بورشن احسن، ادفانسد بورشن اهو كده، انتوا شايفين كده كل حاجه تمام. بص اهي، فطبعا لما يجي لك الباس دي، الباس دي هيطلع لك منه ثلاث اعمده، انت ما تتخيل، ما تتوقعش ان هو يطلع لك منه عمود واحد. فلما تيجي ندوس ندوس دي كده، هيطلع لك بالمنظر ده. تمام، انت فاهم قصدي؟ مش هيطلع لك بمناظر تانية، يعني هيطلع لك بمنظر زي ده، ده هيطلع لك، مش هينفع مناظر دي خالص. يعني هقولها لك ازاي. لا جيد جدا، خلينا في الاعمده بتبقى احسن. الاعمده اهي مثلا، خلينا في الاعمده اهي. بص يا معلم اهي، بس ايوه اهي اهي تمام اهي. لما نيجي نخلي الاعمده بقى عشان تشرحها بقى، تشرحها ازاي؟ بص بقى اهي، العمود اهو، انا هكبر لك العمود على الاخر اهو، واهو. احنا طبعا عندنا فكره ايه، ان عندنا جيد وجيد جدا وممتاز الثلاثه في عند وكيل واحد، فاهم قصدي؟ تمام تمام. فانت هتعمل ايه؟ اولا احنا عايزين نحط الكلام او الكميات في اخر العمود فوق كده، هنروح عاملين هنا كده ديزاين كويك لاي اوت، مش موجود، هنروح دايسين كده ونروح جايين كده. هو الشكل ده اللي انا كنت فعلا عامله، لان كان عندي ثلاث متغيرات، اكتر من متغير كمان، لخمس حاجات. تمام اهو، انا اوريك اهو. بص استنى نجيب كده الاول الديزاين ده، وندوس element data label اهو. بص يا احمد، في حاجه اسمها add chart element اللي هو العنصر اللي قلت لك عليه، وندوس عليه data label. الداتا label ده نخليه مثلا في، نخليها
ده تليبل، ليبل اهي، خليها في الاخر في الاوتسايد اند، خليها كده دي كده، دولت كتير. فانت بتتعامل في داتا ليبل بالهبل. انت بص قد ايه يا احمد، يعني بص مثلا يقول لك مثلا ايه الداتا ليبل في سمير واخوانه الجيد 3600، الجيد جدا 6000، الممتاز ما اعرفش ب 3500. قصدك الشكل ده يا احمد كده يا احمد؟ تمام. ده اللي انت كنت مطلعه اصلا قبل ما انت تعمله. مش بيطلع الحاجات اللي فوق دي، مش عارفها اصلا تيجي منين. ما انا بقول لك، ما هي دي، ما انا بقول لك اهو، ما هي دي الفكره. اللي تشارت اهي، بص هي اللي تشارت كلها بتلعب على على الحتتين دولت كده، على الحتتين دولت، ولما تدوس عليه مرتين كده، تدوس على في التشارت كده مرتين، يظهر لك بقى الشكل اللي على اليمين ده. تقعد بقى انت تلعب في الحته دي عشان ايه؟ تطلع الداتا بتاعتك، او تطلع الشكل اللي انت عايزه. انت فاهم؟ ينفع بقى اخلي اللي تحت دول اللي هم الموردين دول مكان الاعداد دي ويظهر لي النسبه بالجيد، ولا لازم اغير اساسا الجدول نفسه؟ لا لحظه استني كده، يعني اللي تحت دول اللي هو البدر والشام والكلام ده، عايز اوقفهم كده مكان الاعداد اللي هم ال 2000 4000 6000، خليهم واقفين كده. ودول ممكن اهي اسمها اهي في تغيرها اهي بعد 3000 وال 4000، يبقى تخلي بقى شكل التشارت كلها بقى يا احمد اهي، شكل التشارت اهي تعمل اهي، ثانيه لحظه، ديزاين، لا مش ديزاين، احنا عايزين نغيرها بشكل تشارت. في حاجه هنا اسمها ديزاين، سويتش رو اند كولوم، لا لحظه، تشينج تشارت تايب اهي، ونخليها دي، نخليها بالمنظر ده. مش ده اللي انت قصدك عليه؟ تمام. اهي نقلل دي كده شويه، ونخليها كده اهي، ونعمل ازاي مثلا منظر تاني يبقى منظر زي ايه مثلا ده، لا ممكن ده مثلا، تمام اهو، ونخلي شكل الاعمدة، وانا عايز اخلي شكل الاعمدة. بس بص يا احمد، ده علم ابن لذينة، يعني انت دوست عليه مرتين كده وندوست على شكل الاعمدة ده كده، هيظهر لك اللي هو serious options جاب ويدز اللي هي لحظة، لا ده جاب دي للحاجات البعيدة والقريبة، لا ايوه صح، ما ايوه دي التخانات اهي، اللي انت ممكن تخلي الحاجة تكون تخينة رفيعة، انت فاهم قصدي ولا لا؟ كل حاجة بتتحكم في الشكل، دي الحاجات اللي بتتحكم في الشكل. ما انا بقول لك اهي مثلا اهي سايز اوفرلاب اهي، ونخلي دورك كده بالكبر ده، او نخلي بالشكل ده كده. ما انا عايز اخلي منظر، ما انت يا نهار اسود، انت شايف داتا قد ايه؟ انت متخيل داتا قد ايه بتظهر؟ فانت لازم تشغل ام الداتا ده كله. بس اللي انا شايفه ان في الحاجات اللي زي دي يا احمد، في الحاجات اللي زي دي ما بتبقاش بالمنظر ده، يعني فاهم قصدي ولا لا؟ يعني وانت بتشرح الداتا ما تبقاش بالمنظر ده، تبقى بالمنظر انهي؟ تبقى بالمنظر اللي هو تقسمهم كلهم لوحدهم، يعني تاخد الاول النوع تخليه لوحده، تخيل تاخد الاول الوكيل تخليه لوحده، بعد كده تاخد التكلفه تخليها لوحدها، وبعد كل وتعملهم يا احمد ايه، في حاجه يا احمد اسمها داشبورد. لحظه انا هوريك دلوقتي حاجه كده، بص يا احمد، داشبورد ان اكسل، انت شايفين انا بكتب ازاي صح؟ الو انا معاك. بص يا احمد، دي داشبورد، يا دي داشبورد على فكره، وسهله على فكره مش صعبه دي. بص انت عارف دي معموله على انهي اكسل؟ دي معموله على اكسل 2007 ولا 2010 حاجه زي كده على فكره. تمام. اكسل 2010 ده مش شكل 2000 دي قديمه جدا. ممكن مثلا في داشبورد اسمها، بص يا احمد دور على حاجه اسمها داشبورد، داشبورد بص اهي، فين فين فين، احنا عايزين داشبورد تبقى خفيفه كده،
مش رخمة يعني. داشبورد مثلا زي دي مثلا، داشبورد زي اي ده الشكل اللي احنا عارفينه. بص يا ده داشبورد، تقدر بقى ان انت تعمل داشبورد زي دي، يعني تعمل لكل قسم كل واحده لوحدها، كل واحده لوحدها بالظبط، وتروح عامل سلايسر بكلهم، تربطهم بكلهم على سلايسر كده على اليمين، ولما تيجي تختار وكيل وكيل او مورد مورد يبتدي يطلع لك كل حاجته. انت فاهم؟ تمام. حلوه دي برضو، ما اسمها داشبورد، افتكروا يا جماعه الاسامي دي، داشبورد، وافتكروا السلايسر. انت فهمت قصدي؟ تمام. معلش، انت لو دلوقتي لما بتمسك مبيعات او تكاليف الشركه بتعملها تكاليف اجماليه، زي مثلا المنظر اللي هو زي المنظر ده، احنا مثلا في شهر ما اعرفش ايه طلعنا ايه، في شهر ده قللنا شويه، في شهر ده قللنا شويه، في شهر ده قللنا شويه، وهكذا. صح؟ تمام. بس بقى لو انت عايز تخش في تفاصيل التفاصيل، تروح بقى داخل في الحته دي، تروح عامل جدول او عامل تشارت لكل واحد. تمام. تشارت لكل واحد، يعني الحفارات والكسرات وما اعرفش، وتوريد معرفش غلط ولا ما اعرفش ايه ايه، وحاجات كده كتيره. وبعد كده تنزل بقى ايه، مورد مورد، انت بتعمل لنا ايه بقى، ورينا بقى انت كده حاجتك عامله ازاي. فهمت قصدي؟ تمام تمام. بس كده. حد يا شباب عنده اي سؤال في اي حاجه؟ ميرسي ميرسي من ربنا. انا عارف الموضوع كبير، انا اسف يا دعاء والله، بس انا اسف، سامحيني. يعني بصوا يا جماعه، ده الداشبورد بتاعت كوفيد 2019. بصوا اهي، بصوا المنظر لو احنا دوسنا على فيزيت دي كده ودخلنا عليها، بس يا رب بس ننجز بس ويدخل بسرعه. دي داشبورد بتاعت كوفيد 2019، يا رب تبقى دي. حتى الناس كمان بتعمل داتا كوفيد اهي، وما اعرفش ايه، لو انا دوست عليها كده اهي. بصوا بصوا المنظر عامل ازاي. وعلى فكره ده، على فكره دي حاجه سهله، على فكره مش حاجه صعبه. شايفين المنظر ولا لا؟ تمام. حلو، دي حلوه اهي. بصوا وعلى فكره الشكل ده فعلا سهل مش صعب. يعني دي اللي هي الكولوم اللي معموله على اليمين، اللي هي بتبقى اللي لسه مورها لك يا احمد، اللي هي بتبقى بال الاسامي. ايوه هو عاملينها. ودي الباي، الباي اللي انت ضحكت عليها اهي. ودي الكولوم اهي. على فكره دي سهله، على فكره مش صعبه، سهله جدا والله. انت ممكن تشوفوها كبيره، ايه ده ازاي، ما اعرفش ازاي، بس والله سهله، والله ما صعبه. ماشي يا شباب؟ تمام. انا فعلا والله يا جماعه انا مبسوط جدا والله، بكلمكم بالامانه، انا مبسوط جدا ان انا يعني اتشرفت بمعرفتكم، وان انتوا يعني كنتوا متفاعلين معايا، انا فعلا مبسوط جدا. فاتمنى يعني تبقى العلاقه بتاعتنا على طول في خير والحمد لله. ما تخرجوش اتمنى من الجروب، يعني لو افتكرتوا في اي حاجه او في مشكله في اي حاجه عندكم، او لو انتم محتاجين اي حاجه في الاكسل، انا كده كده ما بخرجش من اي جروب. فاتمنى ان انتوا تبقوا معاكم الجروب، تكتبوا بس اكسل لفوق هيظهر لكم الجروب، تفتكروني لو حد عايز يسال اي سؤال. على فكره والله ما بهزر، انا في واحد من 3 سنين لسه بعت لي رساله اول امبارح، كان عايزني ان انا يعني كان بيسالني كده على كام حاجه، يعني كان بيسالني ان انا عندي حوالي 10 شيتات او اكتر من 10 شيتات، وعايز اجمعهم كلهم في شيت واحد. فالحمد لله حلتها له يعني. فاي حد يا جماعه عايز اي حاجه انا تحت امركم. ماشي يا شباب؟ تسلم. شكرا جدا لكم، شكرا قوي لكم. نعم. مع الف سلامه، مع الف سلامه يا جماعه، مع الف سلامه.